اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. عقيل الفرطوسي، هم دخلت إلى مقبرة من قبل بالليل زور واحد من موتاك من عزازك؟ والله الحقيقة أستاذ أحمد بالليل ما داخل المقبرة، هاي أول مرة. هاي أول مرة تدخل للمقبرة؟ أول مرة أدخل المقبرة بالليل. وجاي على قبرك ووحدك؟ الحمد لله والشكر. لا عيال لا ناس لا ربيع؟ أكيد أكيد. يا ترى شنو تاخذه وياك باشر من تروح للقبر؟ عندك شي تاخذه وياك؟ أكيد العمل الصالح، إيه، وأكيد الصلاة على محمد وآل محمد، يعني هذه الصلاة على محمد وآل محمد نور في القبر والحمد لله. تكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسمعك وانت دخلت إلى المقبرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكيد هو هذا. من حولك الآن القبور، شيعة أمير المؤمنين، الأموات من حولك الله يرحمهم برحمته الواسعة، هديت لهم صورة الفاتحة؟ أكيد أكيد أكيد. أول ما دخلنا المقبرة تنتظر أن يهدى إليك باشر صورة الفاتحة؟ والله نعمة هيكون أحصل واحد يقرأ لي الفاتحة. نعمة؟ أي والله نعمة. شو تقول ربعك ينسونك لو يذكرونك؟ والله إن شاء الله يذكرون. إن شاء الله يذكرون الكل والجميع. المقبرة شنو تدخلها بالنهار وياك وادم؟ والله بالنهار توقف على اعزازك. اكيد اليوم عقيل الفرطوسي اللي من الميادين وبوسط الناس والعشاير والبيارغ والمهاويل، اليوم الدنيا ظلمة وحدة الحالة، ويقف على القبر. مرت بخاطرك هاي السالفة انه ذكرت روحك يا روحي ترى إلك هيك يوم راح تكونين وحدك، مالك بنادم مالك احد؟ اكيد استاذ احمد. احنا بالمقبرة الان، اي، واكيد بعيدين عن المجاملة. اي اذا اقول لك انا ناسي هذا اليوم اكون مجامل، لان هذا الموت مستحيل واحد ينساه. بالك يعني ما تنسى؟ لا 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 نهائيا، والأكثر يجوز، لكن الإنسان خطأ. أيه؟ خطأ عندنا نعم، لكن كنسيان للموت لا مستحيل. خلي الفانوس على القبر شيخ عقيل، خليه. أشوفك تتلفت يمنى ويسرى، وين يروح بالك؟ وين؟ والله يروح بالي، لأن قلت لك أنا باشر وعقبة واليوم وهاي اللحظة. أيه؟ أنا لازم يكون لي مكان بهاي المقبرة. أكيد. خذت لك بقعة أرض إنه تكون هاي عندك مكان؟ لو ما ببالك هذا الموضوع؟ لا لا هو ببالي بس ما أخذنا، لأن هو أكو مقبرة موجودة. أكو مقبرة موجودة، وأكيد اللي يموت ما يظل. الخوف موجود. موجود الخوف، لأن إحنا خطائين، عندنا قصور. قصور مع من عندك؟ حتى من أقول لك وي رب العالمين أكو قصور، مقصرين ويا أهل البيت. ويا أهل البيت يعني نقول إحنا ما مقصرين لكن ما موفين. وي ناسك وي وادمك. وي ناسنا أكو قصور، يعني قلت لك الإنسان عنده خطأ. عندنا موجودة، أنا من أقول لك عندنا يعني أنا من ضمنهم. نعم موجودة الغيبة.
موجود النفاق، موجود النميمة، موجود أذية الجيران، موجود لقطع الطريق، موجود ذني الإنسان كون كلهن يترفع عنهن. علمت روحك على ذني، دربت روحك، حثيت روحك، أي سولفت ويا عيالك؟ والله أنا قلت لك من النوع الصريح، أي ويروحي أسولف. والعيال الحمد لله والشكر هسه موجودين، القراء الانترنت موجود، يدخلون التلفزيون موجود، والناس هل توصي دوروا بالكم، هذا اللي قلنا دوروا بالك على امك، هذا دوروا بالك على ابوك، على الوالدين، على فاحنا اكو من يلتزم. انت شلونك ويا والدي؟ الحمد لله والشكر، الف الحمد لله والشكر. عدلين. يعني الوالد متوفي، الوالد متوفي الله يرحمه ورحمته الواسعه، والوالده طيبه والله يطول عمرها. اشوف نفسي وياهم ها زين، يعني الحمد لله والشكر راضين علي. راضي عنك والدتك؟ الحمد لله، الحمد لله والشكر. والدك راح راضي عنك ان شاء الله؟ راضي عنك الله يسلمك. خايف من 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 لحظه دخول الملكين عليك وسؤالهم إليك؟ أكيد. لو مطمئن؟ أكيد أكو خوف، اللي قلت لك أكو خوف. أكو خوف نعم، وعرفنا نعم. سبب الخوف إيه؟ لكن ما عندك اطمئنان؟ اطمئنان أكو. منين يجيك هذا الاطمئنان؟ الاطمئنان يجي من أهل البيت، الاطمئنان يجي من الإمام الحسين. شنو ليش بالذات من الحسين؟ الحسين إحنا ما دام نزوره إيه؟ أكيد يزورنا. آه نعم. تنتظر أن الحسين سلام الله عليه يزوره؟ آه هاي 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 يراد لها بخت، هاي أمنية يراد لها بخت. أي والله. أمنيتك هذه؟ أمنيتي يعني أي واحد. هم سولفتها بشعرها فد يوم أمنيتك؟ لا والله ما أسولف. زين ويا الحسين هم سولفت سالفة وتنتظر إنه هاي باكر تكون إلك شمعة بالقبر هاي؟ أكيد أكيد. مثل ليش سولفت؟ سولفنا هواي هوسات الأهل يا البيت. هوسة يا هوسة الحكيتها والله. أنا والتفتت للحسين. أي سلام الله على أبو عبد الله. هوسات هواي نهوس أهل البيت. أريدك توقف لي ورا الراية، ورا الراية خليك، وسمعني وحدة من هاي الهوسات. أي أنا أحب دائما أن أهوس مراجل. هسه احنا أيه. انت راح تقول لي انت بوقت خوف وبوقت، لكن هم اهل البيت هم رحمه، هم رحمه، هم شجاعه. شجاعته موجوده هنا او غير شجاعته موجوده بكل مكان. أحسنت. كان في القبر وكان من نتذكر يوم الطف ونتذكر شجاعتهم، نتذكر شجاعه العباس سلام الله عليه. شو تقول؟ يقول طبوا اصحاب الخوذ واهل الدروع. اي والزلم بحسن حديد مدرعه بالاسهام وبالسيوف وبالرماح، والجنود على الفرات موزعه كلها عندها انذار جيم من الحسين، وخايفين من ابو فاضل لا يهد للمشرعه. ومن بدت ذيك القيامه واستمع للواقعه، ومن نزل عباس للطف وابتسم لمشعشعه، وقف يم حسين ساعة ودعه وودعه، ناس فوق الخيل ماتت وموذرة ومقطعة، ناس ما تندل دربها دايخة وموجعة، ناس بس سمتون تمشي الروس كلها مشلعة. هي مو هاي المصيبة، المصيبة اللي عند خوذة على راسه موعة، والشمر طبل المعسكر عسكرة واستطلعة. قال شن هاي المصيبة الكارثة والفاجعة؟ قالوا علينا فزع زلمة طويل إيه؟ وعلي ما حد يقنعه. قال شن هالسوى بيكم؟ شن هالسوى بيكم؟ استمع للفاجعة. قال شن هالسوى بيكم؟ واستمع للفاجعة. قالوا بس وقف يم الحسين ما نحس إلا بربعنا بالشريعة منقعة، وهالسواقف على الشريعة علينا يصعب مصرعة. انت لو زلمة تقدم والشمر غورقت عينه والقيادة مدمعة. هاوي الشارد يوم السابع، ايه هاوي الشارد يوم السابع، ما راجع لليوم الشارد يوم السابع، ما راجع لليوم الشارد، مراجل العباس والنعم 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 من ابو فاضل. انت هوست للعباس سلام الله عليه. ايه نعم. وهسه يمك راية أبي عبد الله الحسين
سلام الله على ابو عبد الله. اريد تلم هاي الرايه بين يديك، لمها. سلام الله. ارفع الرايه على كيفك يا ابو عبد الله دخيل، وصفطها بين يديك. اللهم صل على محمد. يا رايه السلام عليك يا سيدي، السلام عليك يا سيدي، السلام عليك يا سيدي. هاي احنا نقول راية صغيرة، هي مو صغيرة، هاي راية الإمام الحسين سلام الله عليه، هاي أكبر راية بالعالم. أحسنت. وهاي أحسنت. شفاء شفاء. أحسنت. كل أحسنت. المرضى أحسنت. أي. هاي راية الإمام الحسين، هذا التاج. أحسنت. السلام عليك أبو عبد الله الحسين، السلام عليك أبو عبد الله الحسين. هاي هذا الأمان وهذا الضمان. أي أنا عدي بحد المهرجانات اعطوني، كان المهرجان بالإمام القاسم، هذولي راية السيدة زينب، جماعة كانوا من سوريا جايين وجايبين راية السيدة زينب اعطوني أنا. عدي بالبيت موجودة لحد الآن، الله شاهد الناس تأخذها للشفاء، راية السيدة زينب. هاي راية السيدة زينب وراية الإمام الحسين وراية الإمام العباس، وهذا هذا هذا ذخر، هذا ذخر زين. هاي الراية تحتفظ بها إلك لو تقدمها لصاحب الصورة اللي على القبر. شوف الصورة اللي على القبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أريد تقعد يم القبر. ما توقعت الصورة ها؟ لا والله ما توقعت الصورة، ما توقعت الصورة، بس إن شاء الله. شنو صار شعورك يوم لحظة شفت صورتك على القبر؟ أنا أستاذ أحمد يمكن ملاحظني يعني على وجه الابتسامة، هذا مصيرنا وهذا ندري به. زين أنا أريدك هسه تعايل للصورة وراية الحسين بين يديك. سلام الله عليك أبو عبد الله، بس أريدك تباوع صورتك بعيون قلبك. آخ بويا، أوف يا بويا، آخ يا بويا يا بويا، بويا ورانا ورانا الدنيا وتركناها، ورانا الدنيا وتركناها ورانا. أوف بويا، واللي يعترض هذا مجانه 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 مجانه. آيا يا وحدنا ما واحد ويانا، عنك يا بو عنك يا بو اليمة التهينا، اي والله ابا عبد الله ما عدنا غيرك ابا عبد الله. وزين 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 مولاي ابا عبد الله، واعذرنا خائفين، قصرينا قصرينا ما ابو علي ابو علي، يا ما بمجال يسكم بيجينا. انا يا بمجال يسكم بجينا بجينا. شو تقول لو فارقت الأحباب الأحباب
وي على الوجه يطش التراب. بوي على الوجه يطش التراب، يعني رحم الله من أهل الترايا التراب. يا يا حضر العذور العذور لو نشرو كتاب. اسمع صوت بويا لو هاي هي لو هاي هي أشوفك بعد لو هاي هي بويا لو هاي هي لو هاي هي أشوفك بعد لو هاي. تنتظر من ربعك يوقفون على قبرك يعدون يوم قبرك. أكيد أنا عدي ما مقصروا ياهم، حتى لو مقصروا ياهم هم إن شاء الله ما يقصرون ياهم. هم ما يقصروا، أنا مقصروا ياهم، لكن أنا ليش قلت لك أنا من نوع يعني دمعتي خلنا نقول عزيزي. حاولت حاولت تتصلب. اي المفروض هو واحد يشوف الحالة ويبكي، لكن رأسا يجون ببالي وقبال عيني. منو؟ عايل. عايلتك اكيد تجي قبال عيني الوالدة اخوي ولدي. خايف على أولادك؟ أكيد أكيد، أنا أتمنى يكون يكبرون يشوفون مستقبلهم. تطمن عليهم؟ أطمن عليهم إنهم. تصور خبرك سهل عليهم؟ لا لا مو سهل. مو سهل حتما، مو سهل. مو سهل نهائيا. لا يكون على ردة فعلهم إذا باكر شاهدوا الحلقة وشفنا هاي الصورة. أكيد هو الحمد لله وشكر رب العالمين خلى حالة النسيان، أكيد راح يتأثرون فترة من الزمن لكن يصير نسيان. منو تتصور آخر واحد ممكن أن ينساك أو صعب أن ينساك بيهم؟ والله عائلتي كلها، ما يعني لا قلت لك الوالدة ولا أخوي ولا خواتي ولا بناتي ولا ولدي ولا كلهم. زوجتي ولا المهم عائلتي من كلهم. من ربعك منو اللي تتصور أنه راح تبقى أنت في ذاكرته وما راح ينساك؟ يا هلا فضل. والله هواي ربعي. اه اي والله هواي ربعي انا لان هم قلت لك هواي اكو مني انساني واكو ما انساني، لكن كاسم ما اقدر اطيق لان هواي قاعد تجي يم سالفه ربعك. اي شنك بقلبك سالفه بس ما تجي السولف. لا السولف هذا ما لا كل احنا عندنا امور، بس يا ترى أكو من ربعك اللي أنت مزعل مأذي ومتندم؟ والله أنا اعتبر هاي اللحظات الأخيرة. أي. مو بس ما 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 جاي أتذكره، حتى لو نفرض واحد أنا من خلالك. إلا سامحني. من خلالك أنا أعتذر منه حتى لو كان هو الغلطان، بس هو يعني أرد بالذاكرة ماكو الحمد لله والشكر. أكو واحد غلط بحقك؟ يعني هيك خلنا نقول غلط مقبل ماكو، لكن غلط بالظهر اكو هواي. بالظهر شو تقول؟ هي مشكله يا هل تسامحه ويا هل ما تسامحه. والله انا اكون يا هل تقول له مبر الذمه ويا هل يا هل ما تقول له. اكون منصف وياك. ايه. اكون منصف وياك. هواي ما ابريهم الذمه
هواي ما تبي هواي ما ابريهم الذمه اي ليش اللي يتجاوز واللي يغلط غلط باللي يوصل بي بحيث ما ينغفر انا ليش شنو السبب ابري الذمه ليش حتى بهاي اللحظه هي راح تقول وهذا انسان يا عقيل اي على قولتك بالبداية كل احنا نغلط صحيح مش غلط بحقك باكر هم راح يعيش هاي اللحظة أي. وباكر يحتاز بريان ذمتك زين أسألك أي. أكيد أنت مشيت جناز بهواي وادم أكيد نعم وحضرت هواي فواتح ومناسبات مو أكو واحد إن شاء الله جنازتك قدامك وما بريت الذمة إلك كانت إلك حق يمنا لا من يشيلون جنازة يقولون بروح الذمة أكيد أبري الذمة لكن أكو واحد بمجتمعك باكر إذا شالت جنازة عقيل الفردوسي احتمال ما يبريك الذمة هو ما يبرين ذمة إيه؟ احتمال شوف زي أنا مثلا غلطان بحقه لكن أنا أرد بالذاكرة ماكو أنا أعرف عارف روحك أعرف متأكد يعني أكو يجوز أكو خطأ هسه يجوز يشوفك هو أي. شو تقول لهم اللي ممكن أنه مزعلهم وانت ما تدري هو قاعد يشوفك الآن شو تقول أنا قلت له أحتذر منك إذا أنا مزعله تطلب منه أن يجيك يسولف وياك والله يا ريت يقول لي مثلا يجي يسولف وياي ويقول لي أنت خطأت بحقي وأنت ومع هذا كله أنت تقدم اعتذارك إن كنت تدري أو لا نعم للجميع اعتذر اليوم لكن انت سألتني حتى ارجع الوصول بالموضوع قلت لي اكو شخصيات يعني نعم اكو شخصيات ما ابريها الذمه تبقى لأن تبقى لان انت قلت لك انا من نوع الاتاثر مرات من الكلمه بس يجوز ها مرور الزمن يجوز مرور الزمن تذكر ناسك من تدخل للحسين من الزور اي نعم اذكر تذكرهم؟ أذكرهم يعني أذكر ولكن هم جاي تجاوب بثقة يعني أنا قلت لك أنا صريح أحب صراحتك يعني لا صريح ولا خصوصا إحنا الآن في مكان هذا هذا النهاية لون واحد لون النهاية إحنا ما لنا علاقة إن كان مصور أو كان هو هاي النهاية تذكر ناسك وربعك تذكرهم ما تبخل لا ليش الإمام الحسين كريم وإحنا نطلب من عنده ويطينا هم ذكرت الموت في أهازيجك أنا بالنسبة لي لا لكن ذكرت الموتى الموت ممكن رثيتهم أو مدحتهم أو كذا لكن الموت كموضوعة الموت لا ما ذكرت هم رثيت روحك لكن محمد المياحي الله يرحمه شو يقول رحمة الله عليه أي شو يقول يقول مثل خط القلادة علينا خط الموت مثل خط القلادة علينا خط الموت خير الزاد تقوى وياك خذلك قوت الله مثل خط القلادة علينا خط الموت خير الزاد تقوى وياك خذلك قوت اش ما تبني وتعمر ترد للتابوت الموت من الله مسجل ما يتغير عنوانه هذا الموت اي هذا الموت جسر للا نهاية عليه كل الفوز نعم انا انت ما رثيت نفسك لا نهاية زين الحياة حلوة ما رثيت نعم هم تمنيت موتة معينة أكيد شو تمنيت يعني تمنيت يعني يكون أول شيء الموتة بعز الموتة بشرف موتة الشهداء الموتة بطريق الإمام الحسين يعني أكو هواي من ردعتني لك ما يقضن ما تي تموت موتة الموت الذل ما ترات هم وصيت شنو يكتب على قبرك باشر؟ اي نعم وصيت حسين عذرنا منطف ما لحقنا عليه هاي الهزول هاي الهزول الهوز اي نعم خلنا نقعد يم القبر حسين عذرنا منطف ما لحقنا عليه السلام عليك يا ابو عبد الله السلام عليك يا ابو عبد الله حسين عذرنا منطف يعني هو الإمام الحسين هو ال باكر راح يشعلون لك شمع ها يشعلون لك بخور إن شاء الله حتى أنت ما تنساني أو إن شاء الله عمرك أطول من عمري إيه تنحس بصديق وأخ عزيز
خلي اشعل لك البخور شو من هسه. هذا البخور. اي ان شاء الله عمرك طويل بخدمة الحسين. الله يسلمك. احنا غير حسين ما عدنا ولا شيء. ولسانك يصدح بالحسين. الله يسلمك. اي احنا غير حسين ما عدنا ولا شيء. والذنوب هوايد شفتها تجيل. الله اكبر. هذا البخور بيدك. انا اريد ابقى يم القبر يا انت بعد قلت ما راح انساك. اي انا اريد اذكرك وانت على قيد الحياه. الله يسلم. رايت الامام الحسين بين يديك. سلام الله على بابك. انا اريد ابقى يم القبر وتقدر انت تتوجه ومنك للحسين سلام الله عليه. سلام الله على ابو عبد الله. الله معك. الله يسلمك. الله يسلمك يا ابو عبد الله دخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابو عبد الله شلون بي وسيق الوزن حسابي وين ملي مني المعاصي كتاب شلون بي لو غراب مني الأجل واخذ سمعي لموت ولساني انشكل ظلت عيوني تدير على الاهل تشوف فاته الليل دميع لا ينصاب الى المرحوم السيد عبد الحسين الشرع.